مساء الخير، معكم لجين القناعي من بنك الخليج. في البداية حابة أشكر المركز العلمي على عقد هذه المبادرة وإعطائي فرصة للتحدث عن الاستدامة البيئية في القطاع المصرفي. الاستدامة هي المنظور اللي يتم من خلاله تقييم القرارات والعمليات المختلفة في قطاعات الأعمال والقطاع المصرفي، وهذا يشمل الجوانب الثلاثة الرئيسية للاستدامة اللي هي البيئة، المجتمع والاقتصاد. في البنوك في تركيز خاص على الاستدامة بشكل استراتيجي، ويتم أخذها بعين الاعتبار على مستوى العمليات التشغيلية والمبادرات المختلفة اللي يتبناها البنك، ولها تأثير كبير على The United Nations Sustainability Development Goals which are the SDGs وغيرها من الأهداف المستدامة. واليوم راح أشرح لكم شلون حرص بنك الخليج على الاستدامة البيئية من خلال مبادراته التشغيلية والاجتماعية اللي هي الأوبريشنال والسوشيال. على مستوى التشغيلي اللي هو الأوبريشنال، شارك البنك مشاريع محلية لإعادة تدوير الأوراق والبلاستيك وتطوير وتنفيذ مختلف الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت وهاتف النقال اللي هما الديجيتال بانكينج، لمساعدة العملاء للحصول على تجربة مصرفية غير ورقية وسهلة which is more convenient. وعمل بنك الخليج على تقليل استهلاك الكهرباء وإدارة استهلاك المياه في المباني اللي هما الرئيسية والأفرع. وعلى المستوى المجتمعي اللي هو السوشيال، يقدم بنك الخليج جهوده في مختلف المبادرات على مدار العام، بما فيها ساعة الأرض اللي هي الـ Earth Hour Movement اللي شاركنا فيها، وتنظيف الشواطئ World Cleanup Day وغيره. وفي حملات للتوعية البيئة عندنا وايد كثير من الحملات والمبادرات في السوشيال ميديا اللي هي القنوات التواصل الاجتماعي، منها خصصنا هايلايت في الانستغرام ستوري تحت عنوان Save the Planet Sundays، وهذه الحملة أسبوعية تقريبا ونتحكى فيها عن مواضيع مختلفة لها علاقة في environmental sustainability، منها sustainability in fashion, recycling and showcasing local non-profit organizations which help impact environmental sustainability. وطبعا حابة أذكر شراكتنا الطويلة مع جمعية إنجاز اللي تشجع على تطوير مهارات العمل بين الشباب، واللي منهم شاركوا العديد من الشركات اللي لها تأثير ودور كبير في استدامة البيئة، منها شركتين احنا نعتز ان احنا دعمناهم اللي هما أجريفاج وسيوز. أجريفاج تساعد في الكومبوستينج اوف فود ويست، وشركة سيوز في إعادة تدوير اللي هما يوزينج بيبر فور بلانتينج اور بلانتينج بيبر. وبالتأكيد هذه المبادرات كان لها تأثير دائم اللي ساعدت مو بس على resources consumption, waste and emissions as well as biodiversity. هذه المبادرات كان لها تأثير كبير على زيادة الوعي وثقافة البيئة في المجتمع. طبعا يسعدنا اليوم أن نكون جزء من القمة البيئية في المركز العلمي، وهي مبادرة تساعد على الوعي البيئي وتوضح التزامنا الأكبر بالعالم اللي نعيش فيه. وشكراً.